ها بنتي تهدي الهلاتة بالذي لا 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 وجلت تمساح تضربيه بالموس ما يديش فيه اون بيس تفرج اتفرج لك الخياطة وكنعان سلعة الخارج بالجراتي ب 30 دينار برك ها سارة سامحني خويا انا مقاطعة سلعة الخارج عندي مبدا نحب نشجع سلعة بلادي ويزيو بربي من هالروايق نتاع لامبورتي وسلعة الخارج شوية وطنية يا جيني واخ كاتب نشدوكم تو كان جبنا سلعة تونس مش عاجب يا ويح كان جبنا سلعة الخارج يسمعون الكلام باش نسحب من المريخ يا مدام وديك واش المكس رجيت فل ها يا اخي واش قلت للمراه هي فرنسا في الخدمه في الكوميرس ما تفهمهاش باهي باهي صحيح سيدي راك نمري واحد في الكوميرس وكنت انا نحب نعرف انت واش قلت له واش معنى الحلزون وشو ما هنا في جبينك امور الكوميرس كالسياسه بالضبط كان قلت كلمه الحد وكان قلت الصراحه ما يشري منك حد وما ينتخبك حد برخت مع روحك عايش ولدي فهم شنو احوالك بطلت الناس الكل الحمد لله يا رب تحبي نتشان ليلي صحه صحه فهم كي انت بطال وتحمد ربي وتشكره كما قلت علاه ما تخدمش عندي نجي نخدم عندك في الدار ليه في الدار مش عندك تخدم في الدار السيرفر اليوم ما جاش السيرفر ماست لاست سيزون اش قلت اي فيش فيش في الخدمه يا فاهم تحبي نخدم سيرفر في القهوه الحمد لله عليك فهمت اسمع انا ماذا بيا راه لما كنت سمع حاجتين مين نحكوا فيهم شنو هو فاهم شروطه في محسوب اول هيك هاك المنظر وحامد ما نحبهمش يبتشبرش عليه نبي عليه هالجيل هم مصتين لصتين وانا ما نعذبهمش به يا سيدي هذه حاجه مقدور عليها تو نحكي معاهم والشرط الثاني اجي الثاني ما نحبش نلبس السراي العربي وراك الكابوس الغناء نتاع الجديد به يا سيدي البس اللي تحب انت فهمنا زيديني مهله للتفكير شنو هو فيها قديش هالمهله رد بالك تقول لي جمعه ولا 10 ايام ولا اقل به يا سيدي خمم وقرر ومن بعد كلمني ها يا سيدي متفقين تفهمنا مدام حياة نعم قبلت المهلة وموافق دي ملا أبدأ اخدم وقت اللي تحب انت ما إن شاء الله تانا تكماسة في الخدمة وبعد نحكوا على الشهرية ومنحك الانتاج ومنحك الانتساع حاضر يا سيدي ها 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 تقولش عليك مدلك البدري البدري جبتي انت ساحة تموت البدري ده نحب نعرف تو انت ايش دخلك القهوة مازلت تعاود فيها وبرا دخلت للقهوة واش هي منطقة عسكرية مسرقلة بلا الغيب رياضك لغ ما شاء الله دخلك هيك ترى الحي تحوس تقول في بيت نوم قدام الناس لا حشمة جعرة واش فيها اخي هكا انت نهار كامل قاعد في القهوة تزعد في التي والسكو بريس ولا ما نكلمك يا ربي خطو كي انت كنا ها ودي فيق 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 على روحك مش تتفرج في التلافز نهار كامل هو ينحبوا على التنافس كينا كيف انت زوز كيف كيف مستوات يا ربي لن ضمن علي الخدمه ماكلوا لي راسك ما انا كنت اخذ بشهر مش داني لاي تخرجت من البيت خلاص اسمع نقول لك باش يرحم بايك مادام حيات راهي تستنى فيا تو في الحانوت ما يلزمنيش نبت عليها تو كيف نروح يا ما نعيش بعد التوقيت اللي داري تو نتفاهموا فيها على قنطره صحيحه الحكايه ذي اتو تضحك تسيبو غفال عجبك الوضع؟ يا لويش هذي فيما القاعد ذي جنس ما اختلط يعني عمس نزبيل وثاني هام خميسة اختي وقلها فرطت من يديك فرصة وقت تحت الجيم ولا تخدم يعني حرة ثالث هام وقلها شكبة عليك شكبة عليك؟ باهي يا سيدي تعود شو فما هذا في الليل بعد التوقيت اللي داري وري لي خليها اشكبوا المساواة لا محسوب تجيب السيد من وزن يا ودي فرطت من يديك وتكلمت باسي عجل هذا موجود في الدستور ومصحح فيه الشعب يا ربي شو فيه مصحين على قرون في الدستور شبين ما نحكمش بارتينا عندك حق لما كنت في الدار
في الشارع ولا في القاع ولا في الخدمة ما عندكش حق تكلمها تباسي ما لباش ثورة يا سيدي. معناها نحن ثورة مدنينة باش كل واحد يبرك من قداه. أنا بات علي التنسان دور بها شعلوا لك العجل لهنا حقنا في الاحتجاز السلمي. نهار مخلف لأنه وخيرا بالعكس وسلمتنا. كلب ان شاء الله وقت فديك ماست نتاعك توا. وين داخل؟ وين داخل الداخل؟ داخل يا حاكم الداخل. حاكم الداخل؟ وانت تكيس البرا؟ وش نداني ليه؟ انا هو قال لي سامحني البرا. ناري النار رجاله، ماشي بالك من سوق تعطيني نار راجل، تخليها واقفه مع رجاله وحده وانت ماشي جاي البرا. اسمع فيها محترم روحك. يا محكرام يا ولدي، ناري النار على روحي على كرام. وقيل رجولية عندك الطاسة بثلاثة آلاف. شرف العين يا ودي حريدي. زيد زيد عدل كلموا بيك خير. ليش كلموا بيك؟ كلموا مش الرديد يعدوك في الموجز انت. ماشي المرأة فرتك بين يديك. اي مرة في الحانوت مرة في القهوة تو مع رجالة وحدة تجيب لك ماكينة. ماكينة واش؟ تحجب باش البيت عندك اللي مزينينك يا رسول الله. لا خايف مره جاي نقا شد سيجارو ما غير صفايه. الله 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 الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سي جبل حاجتك بحاجه؟ لا 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 شيء قلت انتم علاش تستحقوا حاجه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما نستحقوا حتى شيء وهنا قريب نكملوا، يعيشك من فضلك، عليها هكا تو. بيه ما تغشش. بيه بجاه ربي جيب لي وحيد السيكوبريس، عجل قاعد مع السيد المحق محلل، بالذي لا إله له، تقولش علي نعرفوا عندي مدة، دمه خفيف شربات. سيكوبريس؟ شو تحبي سكر خيتي؟ أربعة خمسة ستة اللي هو، على قد ما تحلي باهي. نرجعوا وين كنا. قلتني ما تعرف عليه حتى شايف سفابس بصار. ها ولدي الراجل متحزم الداخل داير بيه دجاج اسود بالذي لا اله الا هو ناقص كان يبي يصرف فينا بالكف. شدني خويا حسني غادي في التركين حصرني طلع مني قيس اصلا. ايوا شاب من عندي مش دخلني انا. والله ولدي اسمع والنبي عليك تمشي تغلط تقول كلمه هكا ولا هكا راك تبعص. ولدي كسر كان نجدك على الموبيلات اللي هرب بها المنجي قول لي مروا فهمت ولا برا برا. ما عندي ما قول لا تبكش برا ولدي ربي معاك شو ربي معاك ربي يسرك فيها برا تبكش تخيل صلح لي مارو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سي الفهم اقعد. الله يبارك. بسم الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله. تصلي انت؟ لا اخي كنت تصلي من الخدمه شدتني عسلة. اش تخدم انت؟ ما نخدمش بطال. بطال؟ المنجي من وقتاش تعرفه؟ المنجي نعرفه من قبل من اللي عنده ميتور ميرو. من وقتاش تعرفه؟ من اللي جا هو يما لهنا من صفاقس. وقتاش جا هو يما لهنا من صفاقس؟ ما نعرفش بالضبط ما بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب. مرت لما تخياله بين العصر والمغرب مرت لما تخياله. اي نعرف الغنية ذي سيد الحاكم تاع شكون؟ فاهم؟ يزم كونوا متفاهمين. لهنا انا نسأل وانت تجاوب فهمنا؟ فهمنا سيدي حبيت نقول لك غنية ذي غني فيها صبر باهي وعلي رياحي. يا سيدي فاهم. الله يبارك سيدي هاني ساكن. نبداو. وانت اصحابه تعرفهم مليح سيدي فاهم؟ تاع صفاقس. تاع صفاقس الجريسه اللي هما. نعرف النص. ونعرف بوريشة ونعرف الخليفة. تعرفهم مليح ولا مجرد معرفة سطحية؟ لا نعرفهم كيفاش ياكلوا كيفاش يمشي كل شيء. إيه؟ معناتها يتردوا على الحومة؟ لا حاشاك ما يردوا كان كذا اللي مرضى. انت انا مرضى نتاعك ما فهمتنيش. الجماعة هذوما يجيوا على الحومة؟ ياش جا الحومة تسكنوا معاه ولدي. يسكنوا معاه؟ فين يسكنوا معاه؟ الفوق في الدار. مع العائلة الكل؟ إيه. سي با بوسيبل
ايه وما يقولوا شيء؟ مش عادي ما يقولوا شنو ما؟ ما يقلقوهمش مثلا؟ لا ما يقلقوهم لحتى شيء. كل معاتهم سكنهم عنده في كردونة يعطي فيهم في الخص. يعطي فيهم في الخص؟ ايه مسكنهم معاه في كردونة. ايه هك ايه باي واصحابه هذوما حاليا فينهم؟ بالنسبة يا سيدي البريشة ذبحوه. ذبحوه؟ شدوه كيكة حصروه وذبحوه وطيبوا بيه مكرونة. مكرونة؟ ايه. بالنسبة للص مات موتة رب العالمين، هزيت انا والمنجي في الليل بالسرقة على البلدية ودفناه في راس الناج. شنو؟ دفنتوه في راس الناج؟ ايه. والخليفة قالوا مازال حي. بالنسبة لي الله أعلم إن كنت بحلم. تحلم؟ لا يضل لي أنا. شبيك يا سيدي الحاكم لاباس؟ تفضل تفضل. يا أبويا فيك لن تبصى في جرتك نار. أنت شو عملت له؟ شو عملت له سمير؟ ليش مدين؟ أطفل وش بديت الراجل؟ إيه ما قلت له إزاي؟ شو واحد سكتيرة؟ أنت شو عملت له؟ ليش مدين لاباس؟ هو تتكلم الفهم وش دنيت لصاحبك؟ الساعة كان ناس مليح وفدلك نمري واحد ربي يديك الفهم وخاي. ما قلت لي عاد شيء قلت لي مرقص تاع واحد خير. هذا كاهو هات ندور ليه مفتاح ذكر ويقوم في كف طليقته البدل لي. يعطيك يا فهم قدك شظامة. هذا كذا اللي عبيد يودي جيب يسوق في التراكتور اللي كان سنكت ماشين خلي كذا اللي يركب على الحمراء حاجة أخرى. هيا نخليك توا ما عادش علي وقت. استنى بنت بالذي الأولى دفعت فرنك شربك الكل على حساب القهوة وكريم زادة ورجل عميل. ميرسي عليك عايش خويا. الطفلة يا سيدي كاملة الأوصاف فتني حاجة برك ماستر عايش خويا. راسي فهم شيخ بابا نمشي كم نجيب لك مشموم تعلقوا على قرنك. هلق القرني باش يا سيح طير امراك راك يا دبي شوف فيها الكبش متاعت نطيحة. يا ودي بر مشي بدل حوايجك ويجي اخدم على روحك يرحم والديك. كملي نخدم اما على شرط. شرط؟ وشرط يا بابا وشرط؟ تاني نسمع فيك القش هذا لبسه متاع المطار ولا الفرطات هنا تدرش عليها رئيس الشعب؟ لا علي يا اخوي خير مني انتي يا سيدي تحبش تاو بطلنا سيدي ها شنيه بطلنا يولي زيد العربي لكان شباحة رفيرها العربي شوف هذاك القاوري قصتك هزة الريح وعينك موجة زرقة دول بالله بالله صرح كي ولا تهكا هي مالا قوم يا سيدي سمحني من القهوة سمحني من القهوة دخلك برشاشنا احترم روحك سيدي باسم المقرطية انها توكليها ما نمشي سير قهوه زدني قهوه اخرى. السلام عليكم. زيد قهوه اخرى لسيدك الفيتوري. بالله يزرب لي روحك عايش خويا خطرني مستعجل وبعد غدوه عندي منع. يا ربي حددوا لي الراس على الراس انتم لهنا وتزمر عليا. بابوشه يا بابوشه. يا بابوشه بابا خفت من هنا. اسمعني سيدي تو نقول لك هذاك بابوشه ما عندوش صلاحيات معايا انا. بالله بالله. بابوشة ما عنده صلاحيات مين أنا يا سيدي هوني عندي صلاحيات وهي أخرج علي من هنا يا ودي سيبني راني توا ناكلي ماني سربان يا ودي يخرج ما تحترمني يا أخي نسيت الهموم الجافة اللي نعاني فيها بيت المنزل بمن بكوش في صدره إلا محسوب في صدره ولا في صباته هذا تعرض لي في الدور هاي بجعربي ليه ها يا سيدي تبر مشي تاقي وجهك من قدام الساعل حاضر ومنع بجدك ليه بعدني انت ها راجل سالي عني بيه وانا على الشيطان وين نمشي نبدلوا ساعة بساعة أخرى انت ما تشوف فيه حفز على كرامتي الرهاحة انت واش كرامتك رديت الحوض التاني عنيع شوف كيفاش حاضر قدامك يا ولدي برتقي وجهك اسمعني يا المنظر حضر روحك ليش لاك ب 43 انا مشي لمرتك تو هاي يا ربي انت قاعد تتفرج وسيكت سي بابوش ها والله يا منظر خوي جاب بالي نقوم من زغرت وبطلت يا ربي تزومر صح عليك تقوم جامده تعرف عارفي وقسما بالله الا ما دبرت لك فكره نتاع مشروعي دوخ كيفاش تستنى نقول عليه خلك قبل تخلص السكبريز تزعت فيها على عسيري اشني رايك اخر الشارع نتاعنا تحل بوست
وراس خيل ما ظل يتملي وتفرغ بالعباده سيدي مصباح للي يبعثوا في المعنى. واش قلت لي؟ بوستان؟ لا واش؟ تولي حتى من نهار لحد تحب تخدم تخدم. اسمعني سيرفيتوري حتى انا عندي ليك مشروع يدوخ. فهمتك، باش تقول لي باش تدبر لي خدمه معرفه البوسطة. من حيث تدبر لك ندبر لك، لما كنتي مش خدمه. توا تمشي دريكت محطة الرجال. تاخذ لواج، تهبط عندكم غادي، تاخذ النقل الريفي، كمل تركب على الميتور مع البورني، كمل على رجليك، توصل رقبة المعايز. غادي تصعب المعايز وما تجي لهنا خلاص. يا رب خويا رزيلي. اهلا بالبي. انستك بالشبيبه. يا عبدك خي، انست انت بالشبيبه. اشنو رايك صاحبي في الوهره والشبوبيه والوقفه؟ توا رزيلي خويا هذايا مربي العيد كبير. ما عيد كبير وما عيد صغير صاحبي، هذاك صاحبي تايزن مجاز في الجامعه الوطنيه لنطيح بكورته هذاك. صار ان شاء الله ياخذ ديك الكاس بالبطوله. ان شاء الله يا بي ان شاء الله. تو لا خي القرون هذوما بتاعو ولا انت مركبها؟ مركبهم بالبطوقش يا بي. خويا فاهم بعد ذاك صاحبي طاز نعمل شيشه وقتنا الحلوه ونرجع لك. ما الحرام. ايه مهف، ما تقوليش قاعده تخمم باش تولي تاجر في الغلام. هادي نخمم في فكره اخرى ندعيها وانت مش تعاوني فيه. نقول هالممرضه يا لب. شو دارت فلانة؟ على عينيه؟ شو عينيه يا لبوي؟ خويا راني مستدعي من طرف سي الفهم. مستدعي من طرف سي الفهم؟ وين سيدك الفهم؟ ها وصل لهنا للفحص تويجي. فحص؟ احنا انا معانا انا نبدك عليك او الداخل يقد في بلاصه اللي كبش كم شويش انا بس فاهم شكون داني داخل خي. كنت نسقي في اللفت وقتك ويني حنوتهم مسكر. مشيت تقرا على روحك عندك مانا تقرا فيش تقرا هذا مشيت تقرا في الفرنسي عند حجلة. اي لا قرات وجاب منها ربي. قي خي تقرا في الفرنسي عند حجلة وهي صرفت صرفت، علاش ما مشيتش قيادة في برقيبة سكول وعملت انجليز مش خير؟ سلفة، واش خممت تو؟ تعرف انك كنت خامة في المشاريع والكوميرس، خير ربي بعث لي الها والكبش، ضربت في مخي هكا هو، قلت ننظف البيت نتاع السيكو سيكو مادام انت مشيت وجيت. اي ونا ونا، ونا منين تنجي؟ أنا مغل. يا اخي مش اتفقني باش انت تمشي للبرني ولد عمك تجيب لي كبش وتجي. والله الا ما نسيت الا غالب كفرت علي الخيالات. هما هاك ما قلتليش عاد كيفاش تتحب الكبش. السيد انا نحب الكبش خبير ومزول وذكي بيا مي مش بيا يا ما يعرفهاش. على الظلينا مي اليوم نروح وغدوه بالقدره قبل الاخبار الكبش تلقاه يبيع قدام. خبار ويش؟ خبار تاع مات الساعة، كل جيم أما الساعة بالضبط. هذه 10,000 بالضبط. تمشي ماضي ساعة بالضبط. البرني ولد عمك قول له يعطيك كبش، قول له السلفان تو شهر شهرين يدز لك فلوس. اتهنى عارفي ما عندك كان الرجال. وراس خيل ما ندبر ليك كبش كيف ما نعرفنا. مزور وذكي، يا ولدي كان لزمت كمان هنا. لا أنت ذكي. خش يا روحي عقيل. هنا مصباح نقول لك ما عادي سخري في السرحة وأنت تحكي هكا. تولي حتى من النوم ما نرقد كان في القريشه مع الغلام وكي نعطش ظلي نرضع مني للمعزه ديريكت. عجالي قال لك يا سيدي الحليب كي ظلي سخون من الذراع يرد بنادم مهف ويذكي. اسمعني يا سلفه باش تعطيني 2000 فرانك عجالي ركوب في اللواج ب 10,000 غير 200 وانت عطيتني 10,000 برك وناجعة منين تنشري قسقروط؟ هو قيل قال على روحه هذايا يا ولدي بالذي لا اله الا هو كان يطلع كلامها كان يضبع الفطور صحيح يقعد فيها لا هو لا الكبش. أطفل يا معلم
ركتو كلية في غداية. صار انت ذا جبتو باش تاكلو؟ لا لا سيدي، جبتو تنتوسدو. يا الله عم بابوش عنده الفن كيف يقفل الصباح. قول كل الراكل في الدور تفيه. اسك بشوية ما عادش وقت. الله يبارك عارف. الله يبارك. هاتفل نكلم فيه. والله هو البيت شتام هو المستدعين. وثاني بابا ذاك سكرت بالتن عجاني التن كي الحوت. يذكي ويطيح الدم. طايح دم سي الفيتوري. ام كنت نهار يطلع علينا الدم ونتملص عليك انت وسيدك الفاهم تظل وقت يتهد دم للركبة. ربي حد يا ربي خف من زل. حليلي يا محن يا سي الفاهم خايفاش تخمم انت وانت تطلعش بطل. بطلت واش يا ولدي؟ خمم نشرب باب وشرليل البيت نتاع سيكو سيكو. خلفنا بابوشة يتنيش بعض حاجة للكبش. يا والله عطيمة يا ودي الأمور تاع الزورة دي قلت لك خلاها عندنا عجالي ماني مروح نجيب الكبش حتى ونجيبها معاه كلب عربي كيف ما يعرفنا وربته في الباب وش غادي وقعد وثابت الفيتوري انت رضع من ذرع معزة مش ذرع بهيمة. قرب نار الغيرة قرب قولي صلي صلي خمسة ماشي ماشي القراية مرة في الليكسة تريبيا والله يعطيها كان ان شاء الله وهفك يا حاجه مش وهف يعطيها ان شاء الله الصحه علمتني الحروف الكل وسعت بالها معاي سقر الفهم ا ب س د او اف وانت بتكلمني ابو اف بوستي لاستقرني خاتي بالذي لا 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 كان غمض عينيه هكا انا ما نقول هذه ماشي خميس هذه ترك ستي فرنساوي هل الفهم خايف من غير حتى ما تغمض عينيك راه اي خواتي وقتاش عطوك الكرني حبي باش صليت لهنا ورس النبي محمد لا ريتك وانت طفيره وخناها بالله اسمعين عندي ليك خبر يهب الخلاص خير الله ما قعلوا خير هباتي باش نبدا في مشروع ينقب الراس الفهم خايف نعرف هذه حكايه ينقب الراس وش هي ماني بنتك الطفل في دور البلاد جيب ليا كبش بالحق باش ندنو زرده زرده تواش يا بنت كبش هذايا مش ندخل بيه في المسابقات تاع تناطيح ونصوروا فلوس ها رجل فاهم وخي فكرك ان شاء الله في الشهاده سقرني جيسي ببيش على ذكرى تناطيح ونحن وعلاش التاني جبنا الصغار مرة مغلب يا بنتي ما صحش تخدم وما عندكش شطاء جبان الصغار اي ما عندي شطاء الحكايه ذي الخدمه عندها جمعه لا نحكي على العمل اللي فات واش من هنا ولا منك انت واش من هنا زوج صغار طيحتيهم العميد منين هذوك منين جبتهم هاي تليفوني ناقص ما ندريش اخويا شكون تذكرني من هنا يما لا 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 الفاهم جميل سلم علي يبلق قال لك بقرونو ها الكلب مش تعطيك راه على الكبش زوز عصيبة كبشين مشنو قيم بخطايط في الوسط يعطيك الصح استهل لي عدل فهم اخي عصاك اي فيها بطن صغيرة وبطن كبيرة اي يعطيك والله الصحة فيها كريكبتين هكا ومحدودين بخطايط على اليسار يعطيك الصحة هكا تباه سي عندها ذي سالك المقالي هكا مش عاجبها الحيل كيقولش عليها شريفة بتحمل عوب وانت عرضني تبدك يا شخوتي يقولش انت علينا اسمها لطيف يا بنتي انسك العدادين ذا ذي ضيع لك الكراية الذكاوة شامك فيها هكا تبي سي اي ما تعيطش بركة سي يعطيك والله الصحة خميس شوف الفهم الخط بتاعي في السوري اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اي ثقافة والله خمس خميس على خميس وخير اقبل باك يا خميس ربحوا لك سردوك انت اي زح سبب بشع على الثقافة والمعرفة باش على زول ماك مش تتكب ترقد الصباح سبع تخدمها وانت مش دخلك فيه يا بي صباح نخدم من صباح سارح بالبط تليفوني ناقص من يطلب فيه؟ مو كلمة شخصية هاي إيزولي معناتها بالعربي سامحوني بقرونو مش نعليك مريضي على الكبش جاي غدو
لا هو يف... ما نتكلم يا خميس. بابا باش نتكلم اودي بابا. تكلم شكون تكلم يا خميس؟ اللي عندنا بيا ودي هو. الو الو سكرني جاي نزاه نزاه بن عمي. بالذي لا اله الا هو في بالذي لا اله الا هو يا ضم في تلخطك ما عادش تكلم. انا ما بحيثه. الله يعينك خير. لا 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 خلي والله لين عليك خلي والله ها خلي من ريزو خلي ريزو ريزو باهي سامحني 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 باهي 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 هاي فيلمات فيلمات صباح على خير سلم على خيالتي سلم خلاص اهدي شوي بدون تعيط سي بيبيش ندني لك كوباية ليمون ها وجهك ازرق نيلة تقول ناقرك الدم عم بابو خي وش قولك اوكي لك بس هاكي من القراية والثقافة نتاعك قلت عندك خطة خرانت هي ما تخرجش المية شفتوا كيفاش يرعش رعشان ومازال ما نتاكد اللي ببش غير عليا الا ما يدخلك السي جمال اللي رجع كيما فيلم هذاك الوساده الخضراء مدام رزق ربي العمل عليك وطلبه فيك الله عليك يا رجال ربي يحفظك فوق بابوش واش هذا؟ انا وليد العلي انا خرجت كيفي كيف تلقاهم؟ زم شعلونا مالها كباري ليلي مالها كباري ليلي يا خي يا خي يا خي عضلات يسكسك في زقاق بداش قاعد تخم فيها خي ذي جاتني توا الفكره قلت الشعب الكرام بيت قالك البلديه فكرت فينا حطت لنا محل بتاع ترفيه رفعه حاجة بابوش باش تحضر روحك للمفاجاه مفاجاه ليه خي؟ تعرف لك في العسكر؟ لا هادي اكل فدار ما جيب لي كم شهر الراس كيكا يولوا عنا زوزة كباش في الحومة كمشي نا وكمشي نا لا لازم فهم الكبش تجيبه في توري والكبش اللي جابه خالي العيد توا سنين التالي انا مغالي كباش جاب كبشة المهم هاو نظف بيت السيكو سيكو فمش حط فيها الكبش وده نعطيك احدي هويلة تعاون بها روحك هذاك الكراء ما تبدأت تشبرش عليه عندك الحق في الفهم مش كداري هات نوري لك تشبريش على قواعده نارك مبروك يا سي المنظر اللهم صل على سيدنا محمد يا رب تقدر خيرك تفضل يا سي الفهم انعم مش قلت بطلت اخويا والجواب صحيح صحيح بطلت من الخدمه في القهوه لما كنت ما بطلت شرب القهوه خاصه كنت تسربيني انا شوف الفهم انت ظاهر فيك فرق يلعب على السكر الصباح وانا ما عنديش خلق للعكره يا ودي لا سكر لا زبيب سيس راح كلي تقطع لك هرق هل جيك تقطع لك هرق راهو مخطر شد هذاك القش بتاعك تيني ملا راحة بالسلامة مرش عايد اسكبريس اكسبريس يا عايش خوي وانت يا عزيزتي شنية تشرب ديركت خفيفة كالعادة مش هكا الناس تكبير اختي عايدة ان شاء الله تختفى المرة نعم وين يعرف اسمك السي وشنية هذه ان شاء الله تختفي يا اخي مش قلت لي اول مره جاء القهوه اول مره جاء هذه هذيك معش لنا تفش بعد تغسل وجه لنا في القهوه شنية توا اخويا جاي نعمل في قهوه ولا تسمي لك ياما يا عيش بنتي عيش بنتي ما تخلش في خاطر شنو هذا وش الفات اسمع المره اللي فاتت عدت هذه كم المره هذه باللازم من وصلنا لمدام حياه هني نقول لك اسمعني سي المنظر النات توا كليانك كليانات الكل واش يا اخي فلوس ما فلوس نا فلوس كرويه وزيد الطفل مازال عينيه مغامضه خليني هكا نفيق وبقبل ما يتطربق علي المنديل يا ولدي اش مدخلك انت يخرج علي برا يرحم والديك خليك مع الواحد استنى استنى خلي نفهم شنو تقصد يا اخي انت؟ انا ما نقصد شيء ما نحبش نجبدها الوليه والطفله خاطئه لما كنتي كل نهار تجي معها نوع فهمتني الطفله تحب تستحسن تنسى الماضي الاليم تاعها والله اعلم ان كنت بعد ليه ما تسمعوش يا رمزي يكذب عليك يكذب عليا يا رمزي يا رمزي يا رمزي يا رمزي هذا سيدي الثاني رمزي الجمعه هذه برد تو عاجبك هكا عاجبك هكا سلفيه ما عاجبك برد برم جيب سكبريس للمعلم فان قواجي كرام بيت أجيت طلبوا ماشي
باش يمك انت عندي شويه استخبارات. الله يعينك. تفضل سيدي. ربي يكثرهم عليك. يعيشك. هذا مشروب يا خالد. خذ شنو بالبركه والرفاه والبنين. يعيشك بارك الله فيك. سي سامحني ذكرني باسمك. الفاهم فاهم كوميس. تشرفوا سي الفاهم. اما ما قلتليش تعمل هوني في الحومه. مش نعمل، لا نخدم المستنانات. ما انا ولد حومه انت. لا واشي، سلطتي مقصوصه هوني. واش تخدم سي الفاهم؟ انا محسوب تقول رجل اعمال وفاء. كيفاش محسوب؟ معناها كان عندي ليستورون وكان عندي نقل سياحي وبعد كده سكرت ليستورون. ايوا علاش؟ حاجه غلوا بلا ريسك. ابون هذاك علاش؟ لا فضلك عليك. ما كسيت تو قاعد نخطط ونخمم في مشاريع جديده. مالا مرحبا بيك. وانا محسوب تو ولينا جيران. جيران انا واش تسحق اي حاجه كلمني. انا عندي علاقاتي ونتفاهم. مادام عندك علاقات مالا كلمنا رئيس البلديه. انا شويه روتار في الرخصه. انا رئيس البلديه راني مانيش خالط عليه برشا. لما كنت وزير الداخليه تلقى هكا ولا واش تنصب دينار لا يطلع دير الديريكت. هاي فيلمات فيلمات. انا بغلش اخي جيب فيه من رومانيا الكبش. اخي ديوان هو حرزون. حرزوني اصفر زي الكلب وذنا مدود. ايوه هيا سلمنا عليه. باي باي. هيا رفيق. هيا اسمع بالله سلمي على اختي خميسه برشا برشا. سلمي على رفيقه. لا شيء تو تو. مال زوز عصافير بتاع الزيتون يهب الخلاص. الحمد لله عليك الفطوري. الفطوري بتاع وذني وينك يا ودي؟ شعري شايف وانت بتاع مجيد. ايه يا ودي قوي صوتك مانيش نسمع فيك. ماشي خير ادري شنو ترش ان شاء الله. ايه جيب على برويتها انت تو. ايش اللي بدك يا ودي بدك؟ فهد اتكلم فيه. يا سيبه يا ولدي نسمع فيك. ريت في منجي ومرته. ايه ريت ومريت. ايه من هنا مشاو. يا ودي مش عليك الف دوري. تتكلم من هنا من هنا. الفت يا ودي انت شو داخلك تو من هنا اللي تكلم فيه؟ مالي مغلب. انزل بروحك بركة. شابك كرامبيت. بالذي لا 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 هو اختم بالارهاب كان الجهل والتخلف. هكا هو. يا بي وبدات البارتي ويقدم ويوخر قايزم دم يجيبه مفروش. يقوم الكبش يعاود يقدم ويوخر قايزم يقردح له تقرديحه دم دم تاك يجيبه ملطوخ يعاود يقوم الخروف بعد كان يقوم مات. الله اكبر بالليل مش نجم دور مسابقه متاع تحضير فيها برشا فلوس. ثم لا فيها الشربه يا ولدي بكل عط. شوف يا بي البلاد هذه وخاصه بعد الثوره عايشه من حاجتين القرون ونطيح. لا فضه فوق يا هديني لا فضه فوق. فهمت والناس الكل راكبه برداعي والمركوب سيكو سيكو. بالله سكر علينا فمك سي البدرن خلي كمل حداثه. أكيد فيها مستقبل. شنو يا بي يضر لي فيك عامل منها مستقبل كبير انت. اسمعني نسيك على حاجه الجواجي ليك وللحبايب النطاح سينو من نهار الاولى اللي تروح به الشوالق على كتافك وتعديه للمشوى كتلت. تخافش لا صاحبك عنده زواجي تو تشوف الكبش بيجيبهولي الفيتوري وزت نبهت عليه متلفكي ومزور. اشنو هو مزور؟ اخي داخل مسابقه بتاع الشطرنج هو. يا ولدي هذا ينتيع يلزم الجواجه يلزم القلب. مانيش انت نبيه انها كبش حضروت كيفك انت ابو هادي.
ما نحب كبش ذكي ومزور باش كي ينقر يعرف وين ينقر. السلام عليكم. تو جاي الفطوري بالذي لا 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 وكان بعت الكبش باش جيبك راهو جيبك من القبيله جبتو. هلا واش اخي راك باعت راجل احمر كيفينا ومش كبيعه تفكروا هيا يا وانا. سمعني هذا كبش كبش هذا على تشوفي زرزوية قدامك ها ودي راهو غير مرار شكاي مش مستانس بجو المدينه اش عليك فيه توي والف توي والف واش والف في النهار النجم يطلع قرون. لا عاد سامحني انت روح حكايه القرون هذه ما قلتها ليش راه هاو نقول لك قلت لي الفايد يكون مصور ودكي بمرت كسكرت التن تاع عم ببوش. يا خطوس هذا يا بي مياو كس تضحك انت مره الفيتوري الله يطين ليك عرك الذكاء بدي زيد كيما قال العبيد ود شهيبه لا تعطيني كبشن جيب شكون يجيب الكبش يا ود الحمد لله نطيحنا اخويا عدنا وندري عليك حاسك به لنطيح في بالي باش تربيه وتحن عليه واش دار لي تيمنا. شوف يا بيا انا ننصحك نصيحه ابو الخور خو يلزمك على جناح السرعه تهز تلقى على الوعوشه وحسبه الريح كذلك مياو زين تضحك عاجبك ليلي وش بدك تكحر لك يا اخي تحب تتعرف عليا؟ اهلا وسهلا.